السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير الإخوة؟ لاباس عليكم؟ بخير الصحة لاباس، الله يحفظكم جميعا. التكملة الفيديو الأول لأنه التليفون كما ذكرت لكم، التكملة الفيديو الأول إن شاء الله، لأنه ما عرفش التليفون، يعني حاولت معه مرارا وتكرارا، وقيلا بدا يكبر، هذا هو اللي كاين. خصني لابد نبدل التليفون إن شاء الله. تيه شحال مرة تندير فيديو وتمشي ليا في نص سميتو، هذا هو اللي كاين، يعني تقطع ليا. توسط لكم يعني هذا الفيتامين هذا الإخوة، لأنه يعني هذا هيلتون أرب الإخوة، فيه الفيتامين وفيه المينرو وفيه عاوتاني أشياء أخرى عاوتاني، هذا هو اللي كاين. ف يعني فيه ناتشورال سورس، يعني فيتامين أو بي و سي و دي و إي و كي والبي تا هو كذلك، والمينرو وتراس إليمنت تا هو كذلك، وفيه 20 ديال الأمينو أسيد، فيه 20 ديال الأمينو أسيد. شي واحد يقول لي هذا الإخوة طبيعي 100%، يعني إلا قرينا هنا اللور، إلا قرينا هنا اللور كل شيء يعني فيه طبيعي. كاين شي كلمات أخرين ما عرفتهمش، فيه القريص، وفيه الهندباء، وفيه حبوب الشوك، وفيه عاوتاني الخميرة ديال البيرة، وفيه عاوتاني هذه واحد الوردة نسيت عليها، وفيه التوم، وفي عاوتاني الابل سايدر فينيغر، يعني فيه الابل سايدر فينيغر وخل التفاح، هذا هو اللي كاين. وفيه اشياء اخرى ما عرفتش كيفاش سميتو، هي اربس يعني الاعشاب، اعشاب. هاتوما الاخوه، يعني هذا المنتوج هذا كله اعشاب، يعني حتى الاوروبيين توما كذلك، حتى الاوروبيين توما كذلك، يعني رجعوا للاعشاب. انا ماشي ضد الكيماوي، لانه في بعض الاخوه يعني تيقول لي في الماسنجر يعني تتهضر على الاعشاب والمواد الطبيعيه وهاد الامور. نعم يا اخي، للوقايه يعني من الامراض، هذا هو اللي كاين. ها هو فيتامين، يعني في اشياء جميله ما شاء الله، اللهم بارك، فهو طبيعي 100%. فهذا اللي كاين. انا ما تنديرش اشهار لهذا المنتوج، فبغيت نجاوب هذوك الاخوه اللي تقول لك يعني يعني علاش ما تستعملش الكيماوي وهاد الامور. فالكيماوي الاخوه يعني ما تقدرش تستعمله للوقايه، هو يعني الكيماوي ل يعني الامراض وهاد الامور. الا مرض لك الطير بعد واش يقولوا ليه، يعني بعد ما تشخص المرض. اما الاعشاب اللي تنعرفوا الاخوه، التوم وهاد الامور، هذه للوقايه من الامراض وتنعزوا المناعه للامراض. فلهذا بغيت نوريكم هذا المنتوج، وكاين منتوجات كثيره. دابا الاوروبيين باغيين يرجعوا للطبيعي، اللي عرفوا بانه الكيماوي ملي توصل لواحد الفتره ديال الطيور ما تتبقاش كيف هي، من ناحيه الانتاج ومن ناحيه الصحه ديالها وبزاف الحوايج. فلهذا يعني ما كاين محسن من الوقايه، خير من العلاج، ألا وهو الأشياء الطبيعية، الأعشاب. حنا الحمد لله في المغرب أو الجزائر، الله يحفظهم جميعا، وكاع الدول العربية ولله الحمد، يعني عندنا أشياء تتنوض في المواسم، يعني كل موسم تتنوض. فلهذا يعني ما نحرموش الطيور ديالنا من هذه الأشياء. ماشي لابد تشري هذه، أنا ما تنقولش لك شري هذه، ولكن تنقول لك اش فيها باش تقدر، يعني مثلا القريص الحريقة تقدر تجيبها من الخلا، من برا تمشي تتقطفها وتجيبها لهم فريش، ما تتوصلش للشركه، تعطيها لهم طبيعي. الهنديباء حتى هي كذلك، تتمشي تجيبها تقطفها وتتغسلها لهم وتتعطيها لهم. كاين بزاف د الحوايج، الرجله، كاين بزاف د الحوايج، اشياء كثيره ولله الحمد عندنا في البلد. فهاد الناس هادو، الاوروبيين ولا في امريكا ولا في استراليا ولا وريفر، يعني خدموا لينا على هذا الطبيعي، يعني بداو دابا يبداو يرجعوا للطبيعي، وحنا نبداو نشريوه. يعني تيجيبوا هاد الامور، تيجيبوه من بلاداتنا وتيعملوها وتيحطوها لينا في قنينه باش نعطيوها للطيور ديالنا. وعلاش انايا ما نمشيش انا للبريه ونمشي نجيب هاد الامور يعني فريش، ما زايدين عليها حتى شي حاجه كيماويه؟ هذا هو اللي كان الاخوه، يعني هذا هو كان يعني تكمل الفيديو اللي قطع ليا، اسمحوا لي الاخوه. ف تحياتي لكم من هذا المنبر جميعا، من الاول القائمه الى اخر القائمه، وان شاء الله حيكون الجديد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.